هلوز يا جماعة، ايه رأيكم بقى النهاردة؟ خلاص يعني جبت معدات جديدة للتصوير، في رب تكون عجبتكم. انا بحاول اقدم احسن كواليتي واحسن صورة، لان كل الناس تقريبا اللي في الفئة بتاعت الكلاب دي مش بيهتموا اوي بحاجة زي كده. فيا رب تدعموني، لايك وسبسكرايب وكل الحاجات الحلوة دي. ودي الكواليس بتاعتي وانا بجرب، قلت انزلها على اليوتيوب وايه وخلاص، يعني تشوفوني كده وانا بجرب بس. يعني يا رب كان يعني الفيديو ده يعجبكو، ودعموني واتفرجوا على كل الحاجات الجديدة اللي جاية. اللوز هذه تجربة الفيديو، الصوت بتاع السماعة دي، الرينج لايت الجديدة والسيلفي. لسه بقى هنشوف عمال التليفون وهنشوف الكاميرا الخلفية. ده كده الصوت طالع من السيلفي، وبعدها نقلب الدنيا ونخليها الميكروفون بتاع الهاند فري عادي خالص العادي. انا هبعد شوية بس عشان انا شاكك ان الصوت ده مش طالع من الميكروفون بتاع ده السماعة، فانا هرجع عشان اعرف هو الصوت طالع من المايك بتاع التليفون ولا المايك بتاع السماعة. فهرجع كده واشوف كواليتي الصوت هي ولا يبقى في فرق في كواليتي الصوت. انا مش عارف تبقى هي نفس الكواليتي ولا تبقى ايه، مش عارف انتوا شايفين ولا لا. تجربة الفيديو والكاميرا الخلفية، اشوف فرق الكواليتي في الصورة. ما انا مش مشغل اي اضاءة غير الاضاءة بتاعت الرينج لايت دي بس. انا كده هو بتكلم عادي قصاد الناس من غير اي نور خالص حواليا، بشوف كواليتي النور بس بتاع الرينج لايت فقط. ودي نور اصلا يعني غامق شوية بقى بالنور الفاتح كمان، عشان نكون عملنا ايه كل الطرق. يعني كواليتي الصوت طلعت من السماعة، يعني الحمد لله طلعت من السماعة. نقلب كده دي كده الفتحة، احنا كنا دي كده الغامقة، يعني مش عارف دي كده فتحة دي كده الغامقة، فالغامقة فاتح غامق والفاتح. ونقدر برضو ايه ده، في درجة وسط ما بينهم حلوة، دي اللي انا هستخدمها دايما. وعلي كده دي على حاجة حلو. هنجرب بقى الهاند فري. انا عن نفسي شايف كواليتي الصوت اللي طالع من السماعة حلوة جدا جدا، بس برضه يعني هشوف يعني الهاند فري هتبقى ايه الاخبار. هلوز يا جماعة، دي كواليتي الصوت اللي طالع من الهاند فري. تمام، ده منظري اهو. حاسس ان في حاجة حكماني مش عارف اتحرك، شعور رخم يعني. برضه تحس ان انت عايز تتحرك ومش عارف، كمان لو انت بتيجي تمرن جيسي وتمرن الكلب بتاعك يعني تبقى فيه عايز تاخد حريتك. انا بتكلم بنفس الطبقة بتاعت الصوت مفيش مشكلة، يعني هي نفس الطبقة. التانية كانت حلوة في البيت تبقى كويسة، لكن في الفلوجينج دي طبعا هتكون أحسن، أخف وأحسن. في الريكوردينج هعمل تقريبا بصوت المايك بتاع التليفون هيكون أحسن حاجة، نفس كل حاجة من غير يا جماعة. بصوا دلوقتي من غير أي مايكات أصلا خالص، يعني أنا مفيش مايك هنا ولا مايك هنا، مفيش أي مايك خالص. ده مايك بتاع التليفون، أنا بعيد أهو بتكلم الناس عادي. مش عارف يعني تبقى ايه النظام في كواليتي الصوت. يعني أنا شايف كواليتي الصورة حلوة جدا، الكواليتي بتاع النور حلو جدا، عامل شغل عادي. يعني بصوا كده لو طفينا النور، يعني بصوا كده يعني حاجة تقريبا حاجة ما انتوا مش شايفيني اصلا. الفلاش بتاع التليفون ده حتى برضه مش عامل اي حاجة. شايفين الفرق بقى؟ في فرق طبعا. شوف كواليتي الصوت دلوقتي يا جماعة، انا مستغرب جدا الكواليتي بتاعت المايك حلوة بس في الفلوجينج تقريبا مش تبقى حلوة خالص. يعني
متأكد صوت الناس اللي حواليا وكده مش تبقى حلو كده. بقى انا بجرب بقى الاضاءة بالكذا درجة دي، يعني بشوف يعني يعتبر النظام كده على حاجة تمام. هنغير بقى تشينج كده كده، غمقناها شوية كده، غمقت خالص كده، نزرقها يعتبر كده النور العادي كده. ها وسط كده غير بقى، بس حلو 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 جميل. بس وكمان انا يعني جايب الستاند ده عشان انا كمان بدل ما احط الستاند الصغير ده على مثلا ترابيزة او حاجة، لا انا هحطه ستاند طويل كبير عريض، هيبقى احسن صح ولا ايه؟ احسن ما احط التليفون على حاجة، يعني اقدر يبقى المسافة كواليتي احسن. كمان ان انا اقدر اصغر الدنيا، اقدر اصغر السبيس كده ثانية اقدر اصغره واطوله وكده، تبقى ميزة حلوة فيه يعني بصراحة، ميزة قوية جميلة. بس دي تجربة البتاع. انا يا جدعان كنت عايز اجيب مايك اصلا، مايك كنت عايز اجيب مايك بلوتوز، مايك بس ما فيش مايك راكب على التليفون ده، ما فيش ولا مايك راضي يدخل على التليفون ده، فخلاص هشغل نفسي كده بأي مايك لغاية ما اشتري أي تليفون جديد. بس يا رب كان الفيديو عجبكم، يعني دي الايه الدنيا يعني في البتاع. لو عايزين تشوفوا الرينج لايت اهو، ثانية اهو رينج لايت اهو بالبتاع بتاعه، بالريموت شوت كنترول بتاعه اهو، كان نعلي ونوطي وكده، نريترن اللون وكده نقفل خالص تمام. بس فرب بقى كان الفلوج ده، مش فلوج هو يعني، يا رب كان الفيديو عجبكم. ايكو سبسكرايب رو عشان يوصل لكم كل جديدو، وبحاول اطور من القناة. اصل انا ايه اقول لكم بصراحة، الكواليتي بتاعة الصوت والنور وكده دي اهم حاجة بالنسبة لي تمام. واكتشفت اللي في كل الناس اليوتيوبر اللي بيتكلموا عن كتاب وكده مش مهتمين بحاجة زي كده، وتحسهم مش عاملين حاجة كرييتيف. وانا بحاول على قد ما اقدر اعمل لكم حاجة كرييتيف، وفي افكار كتير عايز اعملها في مخي، عايز اعملها واطلعها حاجات كرييتيف جدا تمام. بس فانا بحاول في الفئة اللي هي بتاعت الكلاب دي، الناس مش مهتمية بحاجة اسمها كواليتي خالص اكتر ما هو كلام بس. فبحاول اللي انا اقدم لكم احسن كواليتي واحسن صوت عشان تستمتعوا وانتوا بتتفرجوا على الايه الفيديو. بس يلا سلام.